السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في درس اليوم الخاص بتعليم اللغة الفرنسية خطوة بخطوة لتلاميذ سنة ثالثة ابتدائي. في هذه الحصة إن شاء الله تاع نهار اليوم راح نتعرفوا على لا لاتر إكس. لا لاتر إكس هذا لا لاتر اللي تكتب بالطريقة هذه وعنده طرق أخرى مختلفة أربعة فكنا نكتبوها، لكن عنده قراءات مختلفة. نبداو ساعة نكتبو الأشكال نتاعو كل. عندنا إكس، شوفي معايا جاي أنا، هذايا إكس ماجيسكول، إكس ماجيسكول سكريبت. ها سكريبت. نروحو دركا إكس ماجيسكول كورسيف، شوفي معايا هاك قريناه المرة اللي فاتت. عندنا ثاني إكس مينيسكول سكريبت، وعندنا اكس مينيسكول في كورسيف. هذو هما قراءات مختلفه تاع حرف نتاع حرف الاس. هذو هما الاشكال نتاعو المختلفه. دروك نروحو للقراءات نتاعو. عندنا كل هو يتكتب كيما هيك، لكن في كل مره يتقرا زي هكذا. نعم، نبداو اكس الحاله الاولى. عندنا اكس نقراوها كس، هذا اسمها الحالة الأولى. إكس تاعنا قلنا نقراوها كس، كنت نقراو الإكس تاعنا نقراوها كس كيكون الإكس تاعنا كي نلقاوها في وسط في وسط الكلمة. نعطيو مثال، كيما في أغلب الأحيان يكون في وسط الكلمة تكست. تكست ما قلتش اكس، قلت تك كس، قلت كس تكست هكذا. تكست هذه قراي تكست اللي هو النص. تكست 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 تكست. عندنا ثاني كلمة هذا يعني تكس نص تكس نص. نعم، نص تاع القراءة تكست نقول. تكست ثاني عندنا تاكسي، تاكسي يعني سيارة، سيارة جاية في الوسط تاع الكلمة. نعم، نقولوا لها كس، الإكس قريناها كس كس. نعم، دركا نروحو للحالة الثانية. الإكس تاعنا، الإكس تاعنا نقراوها كز، هذه جي وزاد كزو. وقتها نقراو الاكس تاعنا كزو، نعطيو مثال باش نشرحو عليه. اكزير سيس تمرين. واش قلت هنا؟ ما قلتش اكسيرسيس، ما قلتش اكسيرسيس، قلت اكزيرسيس كزو. الاكس تاعنا هنايا قراتها كزو اكزيرسيس. غالبا تكون كيكون قبلها الاكس، هذه قبلها حرف او وبعدها حرف الاو، نقراوها كزو. اكزيرسيس اكزيرسيس اكزيرسيس. نعطيو كلمه كلمه واحده اخرى باش نقولوا حنايا مثال. واش نقولوا اكزامبل؟ اكزامبل يعني المثال. اكزامبل ها هنايا الاكس تاعنا واش قريناها كزو، هذا هما في زوز قلنا اكزيرسيس اكزامبل. كيما حنا يا خير لاباكم في كل مره نطرقوا الحرف، كيما طرقنا الحرف سي يا خي انا. نعم، درناه حرف سي مع لي فوايل، كيما كل مره يختلف. ضفتنا الحرف جي مع لي فوايل اخرين، وليت تنطق زي جيراف، كيما خلينا نطق جو، فهمتي؟ نعم. ومن بعدك شرحنا الاس، الحرف الاس. نعم يا اخي قلنا ساعات تنطق ساعات ما تنطقش، ساعات كل مره عنده حاله تاعو مختلفه. دركا حنايا في حرف اكس، كي معايا انا؟ نعم. حرف الاكس ساعات ننطقوه ك، هذه الحالة الثالثة.
إكس تاعنا ننطقوها ك. مثلا عندنا كلمة إكسبسيون إكسبسيونيل، استثنائي. شوفي هنا الإكس تاعنا كيفاه نطقناها، نطقناها ك ك إكسب إكسب، ما قلتش لا كس، لا ما قلتش إكسبسيونيل، قلت إك سيبسيون وما قلتش كزو. إكس قريتها في الكلمات، الكلمات هذوما لازم بالتعود تهزهم، ما عندهمش تقاعدة. إكسبسيونيل. دركا نروحو للحالة الرابعة، الإكس تاعنا ساعات نوليو نقراوها، واش الحرف هذا؟ هذا اس. ساعات نوليو الإكس تاعنا نقراوها حرف الاس. نعطيو عليها مثال باش نقدروا مثال هذا حنايا قريناه، اعداد في الاعداد واش قلنا؟ 1 2 3 4 5 6 6 واش قلت هنا؟ 6 الاكس هنا واش نطقتها؟ نطقتها اكس؟ لا واش نطقتها؟ نطقناها اس. نطقناها اس 6 كي تكون تسمى هنايا الاكس تاعنا كي تكون في اخر الكلمه وغالبا تكون في الارقام. نعم 6 9 6 7 8 9 10 10 هنايا واش تكمل؟ بي سي اي سي اكس هكذا. نعم بالاكس. الاكس كيفاه نطقناها؟ واش نطقناها؟ حرف اس. نطقناها حرف اس. تسمع عندنا في الحروف كيكون في اخر الكلمه الاكس تاعنا ننطقوها، واش ننطقوها؟ واش ننطقوها؟ اس. نعم دركا نروحو نعم حالة واحدة أخرى، هي الحالة الخامسة. الحالة الخامسة الإكس تاعنا واش ننطقوها؟ نقدرو ثاني ننطقوها، واش الحرف هذا إلا؟ زد. زد كيما هنايا كيما دوزيام. ها إكس بصح ما قريناهاش إكس، واش نطقناها؟ قريناها زد. زد دوزيام 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 يعني قريناها زاد. قريناها زاد تسمى في الاعداد كي تكون في وسط الكلمه في الاعداد محسوب ثم تقرا الزاد. الحاله السادسه هي الاكس تاعنا، الاكس تاعنا ما تتنطقش، الاكس تاعنا ما تتنطقش، نلقاوها مكتوبه بصح ما ننطقوهاش. نعم وكته هذايا فيو كبير، عبد كي نكون كبير نقول له فيو، شخص مسن. فيو شوفي هنا هي الاكس ما نطقناهاش، قلنا فيو ما نطقناش الاكس. نعم ما ننطقوهاش، وقتها ما ننطقوهاش كي تكون في اخر الكلمه غالبا وفيها قبلها او. نعم فيو قبلها او. نعم هنا هي الاكس تاعنا ما ننطقوهاش. نعم كيما مثلا ان دو هنايا دو، هاهي اكس في اخر الكلمه وقبلها او. نعم ما نطقناهاش الاكس هذه ما نطقناهاش. ثاني ما تنطقش الاكس كي تكون في اخر في اخر الجمع، في اخر الجمع ما ننطقوش الاكس، كي تكون في اخر الجمع ما ننطقوهاش. نعم كيما عندنا مثال لي شوفو يعني يعني الشعر. الشعر شوفو هذه هي الجمع لي شوفو. دوك نديرو درس ان شاء الله، ان شاء الله درس مفصل على
كيفاش نجمعوا الكلمه في اللغه الفرنسيه. نعم هذايا لي شوفو، نعم هنايا الكلمه نتاعنا ما نطقناهاش، على واش؟ لانها في اخر الجمله، في اخر الجمع. الجمع. دركا نديرو دي زيكزامبل، نعم، اللي هما امثله. نعم، كلمه بعد فيها اكز، نعم اكزامبل. الجمع نديرو الاس. شوفي واش عندنا الكلمات اكزوتيك، اكزوتيك. الاكس تاعنا هنا واش نطقناها؟ اكز، اكزوتيك. واش نطقناها؟ اكز، اكز، اكزوتيك، اكزوتيك. عندنا كلمات مثلا اوغو، سعيد، اوغو. هنايا نطقنا الاكس؟ لا ما نطقناش. على واش؟ لانه في اخر الكلمه وقبله حرف او. نعم كما قلنا هنا او. نزيدو مثال واحد اخر، بو، بوكسور، ملاكم. ماذا يعني ملاكم؟ يعني ملاكم، ملاكم. واش نقولو؟ بوكسور، بوكس، البوكس، بوكسور. الاكس تاعنا هنا واش نطقناها؟ بوكس، بوكس. واش نطقناه؟ واش نطقناه؟ بوكسور. كار. واش بوكسور؟ كا، كا. الاكس تاعنا نطقناها كا. نعم كيما اكسيبسيونيل، بوكسور، بوكسور. عندنا ثاني كلمة، هذوما أمثلة. إكزام، امتحان. إك، إكز، إكزا. واش نطقناها هنايا؟ هنايا نطقناها كيما في الحالة هذه، إكزو، إكزو، جاية في وسط الكلمة. نعم، لاصقة فيها حرف الأو، إكزو. هنايا قلنا اكزامبل، اكزام، اكزيرسيس، اكزو. ان شاء الله استفدتوا معنا بهذه الامثله. نتمنى تكونوا فهمتوا معنا الدرس نتاع اليوم اللي تعرفنا فيه على حرف، على ليتخ، على ليتخ، على ليتخ زيك اكس، اكس. والحالات اللي نطقنا فيهم حرف الاكس كل مره النطق تاعو يختلف. إذا عجبكم الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم ما تنسوش تدعمونا بجعل. ملتقانا فيديو آخر إن شاء الله.